استاذ بتحصل كريم، سنة. عايزه اعرف من حضرتك من وجهه نظرك بقى ومن خلال التواصل الكبير اللي بيكون ما بينك وما بين الشباب واللي طبعا حضرتك منهم وبتمثلهم كمان، ايه اكتر انواع الكتب اللي كان عليها اقبال في 2023 من الشباب طبعا؟ هو السنة دي الموضوع كان مختلف شوية بسبب اختلاف نوعية الأعمال واختلاف نوعية الـ الأدب أو المواضيع اللي كان بيتكلم فيها الأدب اللي صدرت السنة دي. فالنوعية السنة دي كانت مختلفة جدا وكانت متنوعة جدا، فما كانش فيه لون محدد من الأدب أو نوع محدد من الأدب نقدر نقول إن كان عليه إقبال بشكل مخصوص دونا عن نوع آخر، ولكن كان فيه الحقيقة انتباه متساوي لجميع الأشكال وجميع الأنواع الأدبية اللي كانت موجودة. تحديدا ايه اكتر انواع الادب طيب اللي كان عليها اقبال وايه السبب من وجهة نظرك؟ ممكن شوية أقدر أقول إن أغلب الأعمال اللي طغت نوعا ما ولقت استحسان كبير السنة دي من القراء كانت أعمال ليها خلفية تاريخية شوية، ممكن بسبب إن الكتاب اللي كتبوا الأعمال دي كانوا بالقوة الكافية والقوة الرائعة إن هم يقدروا إن هم يعبروا عن جمال الخلفية التاريخية داخل حدث روائي أو داخل سرد روائي معبر جدا وفيكشنال زي ما بنقول، او مختلط بشكل جميل يلاقي استحسان القارئ، ودي كانت حاجة بصراحة كانت جميلة جدا يعني.